انقسم مشهد المدارس في لبنان، فمنها من التزم بعدم تمديد العطلة، ومنها من امتنع عن فتح أبوابه. وعلى الرغم من إعلان وزير التربية عباس الحلبي العودة إلى التعليم الحضوري، أصرت المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة على عدم تنفيذ هذا الإعلان والالتزام بموقف روابط الأساتذة والمعلمين واللجان المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي. 70% من المدارس الخاصة فتحت أبوابها والتزمت بالإجراءات الوقائية وفق البروتوكول صادر عن وزارتي الصحة والتربية، فيما فضل 30% الإغلاق. نحن مع عدم العودة لمدة أسبوع أقله بالوقت الحالي، لأنه نحن خايفين متنا مثل غيرنا، وبتنضمر بنفس الوقت مع نائبة المعلمين يلي أخذت قرار بالتوقف أسبوع عن العودة. هلأ ليش عم نوقف نحن؟ مش إنه ضد معالي الوزير وضد قرار، نحن مع العودة الحضورية على المدارس أيا كانت تكون الظروف، ولكن بظل هالكورونا المتفشية اللي صارت 8000 حالة يوميا، أنت بتعرفي على رأس السنة البيك بلش على رأس السنة، يعني بدنا ننطر 15 يوم لحتى هالعالم كلها تخف وترجع تصح وترجع على المدارس. نحن ما منا جايين عم ناخذ موقف ضد معالي الوزير او ضد زبدك العودي على المدارس. برجع باكد كل اتحادات لجان الاهل مع العوده الحضوريه على المدارس. انا بس عندي سؤال منطقي، يعني بساله اذا واحد لا سمح الله اكل بي سي ار اليوم، مين بيدفع ومنين منأمن هالمال؟ انت بتعرفي 300 الف او 400 الف اليوم كلفه البي سي ار. اذا واحد بده يعمله مثل ما طالبين منه يعمل بي سي ار 400 الف و300 الف، في اعرف اليوم اذا الاستاذ ما عم يقبض معاشه منين بيجيب المصاري؟ واذا الاهل يلي وضعهم صار تحت الارض تحت حافه الفقر، انت بتعرفي 80% من الشعب اللبناني صار. انا بسال سؤال، اذا عائله مؤلفه من 5 اشخاص يعني بدها 2 مليون ليره تعمل اول بي سي ار وبدها 2 مليون ليره تعمل بس تصح من البي سي ار، منين بنجيب 4 مليون ليره بالشهر؟ المشكلة إنه كلنا متفقين على المطالب، إن كان أهل أو مدارس أو نائبة معلمين. المشكلة الكبرى إنه مش عم نلاقي حل مشترك لهدول المطالب أو لهالمشكلات. مين بده يتحمل المسؤولية؟ المسؤولية بتوقع بالكامل على الدولة، على المؤسسات، على المعلمين، على الأهل. هون هيدي المشكلة تنلاقي حل لعدم قدرة إن كان الأهل لنكون صريحين أو الأساتذة بالأخص تيجوا على مدارسهم ويتكلفوا كمان تكاليف النقل، ولا لا سمح الله الاستشفاء بحال صار في عدوى، أو حتى مثلا يلي خياره أنه ما ياخد الفاكسان يعمل البي سي آر كل 48 ساعة. إذا البروتوكول الصحي لازم يحترم، وهو هيك لازم يحترم. إذا نحن عدم عودتنا إلى التعليم الحضوري، يعني مش إضراب، لأنه هلأ في زملاء لنا عم بيمارسوا التعليم من بعد أو حتى بطريقة يودوا مواد تعليمية لتلاميذهم، لأنه في مشكلة بالإنترنت وبالكهرباء. إذا لحديت هلأ هو حافز لحتى يصير في حكي جدي بمشاكل القطاع التربوي الخاص، من معالي الوزير أكيد، من اتحاد المؤسسات، منا نحن كنائبة، ومن لجان الأهل على تنوعهم. وبالتالي إذا التقوا هيدول الحلول على القليل لجزء كبير أو جزء من المشاكل يلي نحن عم نقولها، نحن مستعدين للعودة دغري للمدرسة تما ينقال إنه أخدين تلاميذ رهينة أو لحتى يصير العام الدراسي بخطر. نحن يلي علمنا من أول يوم من العام الدراسي لآخر يوم قبل فرصة الأعياد. مد وجزر حول قرار العودة إلى المدارس، الرسمي يقاطع والخاص تحت الرقابة، فهل ستفضي الاجتماعات إلى حل يرضي كل الأطراف أم سيختار الوزير الحلبي الاستقالة؟